ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواني وأحبائي في درس جديد من دروس كورس سي سي إن إي فويس، مقدم لكم من موقع عرب هاردوير. أنا وأخويا محمد في مي إسلام، معاكم محمود من موقع عرب هاردوير، ونبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم يا إخواني مرة أخرى. جيبوا بس القلم. ماشي، المرة فاتت اخدنا الكونفيجريشن بتاع الدي اتش سي بي، وازاي نسطب، وازاي نبعت الكونفيجريشن بتاعه للاي بي هات، وازاي نعمل اكسكلوسيف للاي بي هات دي والاي بيات اللي احنا مش عايزين نبعتها ونطلعها من بره البول بتاعتنا. وخدنا برضو التي اف تي بي سيرفر الاوبشن 150 والفرق بينه وبين الاوبشن 66، وازاي بنحطه في الدي اتش سي بي ونبعته، وخدنا ازاي بنوصل الراوتر على الانترنت عشان لو عايزين بعد كده، يعني باذن الله النهارده او في الحلقه القادمه هيبقى في هنعمله ان تي اي بي سيرفر اللي هو يعمل سنكرونايز الوقت مع ال ان تي بي من على الانترنت، وبقيه التليفونات وبقيه الاجهزه تاخد منه التوقيت بتاعه، التوقيت بتاع منه، يبقى هو المصدر الوحيد، يبقى هو الماستر ان تي بي ماستر، هو كل السيرفر اللي هو بيعمل التوقيت الاساسي كله بعد كده بيدخل بياخد منه الساعة بتاعته. ماشي، النهاردة بقى هندخله في قصة الفويس فيلان وازاي بنقسمها الفويس وداتا فيلان، وازاي بيعملوا كونفيجريشن للسويتش عشان يشتغل الفيلان فيه، وازاي بنقسمهم، وايه هي قصة الفويس فيلان، وابتدت ليه كده، وليه اتعملت اصلا قصة الفويس فيلان. هناخد القصة بالكامل، بعدين في اخر الموضوع هيبقى فيه طبعا كونفيجريشن، هنشوف الحاجات دي كلها عملي. انا قلت ان انا ما عنديش اي بي فون وما ينفعش اوريها لكم بالاي بي فون، بس هو انا هوريها لكم بنسبة محاكاة 99%، يعني هوريكم الكونفيجريشن بتتعمل كلها على الجي ان اس 3، وهوريك ازاي الكونفيجريشن بتتعمل وازاي الباكت بتتقسم، وهيبقى الموضوع مش هسيبكم الا بتفهموا يعني باذن الله. طيب طبعا ده كله خدناه الدي اتش بي، بتدخل بقى في الجزء الجديد الفويس فيلان. ايه قصه بقى الفويس فيلان، وليه قسموها الفويس فيلان؟ طب ما هي كانت تبقى فيلان واحده تمشي الاثنين، ايه اللي خلاهم يعملوا يفصلوها فويس فيلان وداتا فيلان والقصه دي كلها، بيحطهم الاثنين في فيلان واحده وبعد كده تطلع في الشبكه النتورك، يعني ايه اللي خلاهم؟ هي القصه ابتدت من طبعا قصص سنه، الموضوع ده ما وصلناش الا في الاخر، يعني انا هقول لكم هو طبعا في كونفيجريشن كتير مش علينا، بس احنا المفروض نعرف ازاي تطورت وازاي وصلت وايه الفكره من الموضوع ده. الموضوع ابتدى ان طبعا عشان السكيورتي، فصل عشان السكيورتي. ليه السكيورتي بقى؟ هو كان الاول كان الاثنين دول بيمشوا في طبعا في كيبل واحد، فكان بيجي بقى الهاكرز بيستخدموا برنامج اسمه فوميت، يعني برامج كتير بس من اشهر واحد فيهم اللي هو فوميت. فومت ده بقى حكايته، فومت ده قصة تانية. كان بياخد يعني هما طبعا ماشيين في نفس الكيبل، بياخد الاوديو بيطلع عن طريق ايه؟
بيطلع عن طريق باكت صغيرة 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 صغيرة، باكت صغيرة قوي، بيطلع عن طريق باكت صغيرة قوي، الفويس بيطلع كده. فالبرنامج ده كان بياخد الباكت دي ويعمل لها سنيف ويحولها لفايلات ويف. ده من ضمن برامج كتير يعني، هو مش البرنامج ده بس، بس في برامج كتير بتعمل كده، بيعمل لها الفايلات ويف، بيحولها لفايلات ويف. ماشي. و طبعا يعني فلقوا ان هم لازم يفصلوا بين ده وده، يفصلوا بين الداتا والفويس، لان طبعا مكالمات الفويس هتبقى مثلا في مكالمات للمديرين، مكالمات مهمة، مكالمات حتى يعني هو الفويس يعني عامة يعني الفويس ده هيدخل هيبقى في البيوت بعد كده، مكالمات في البيوت، مكالمات خاصة، مكالمات شخصية، فما ينفعش ان هي تبقى ايه، تبقى متسابة كده كله على بعضه. وحتى في النتورك في مكالمات اللي هو جزء الموظفين، جزء المدير عايز يتكلم مع حاجات خاصة، جزء الموظفين السكيورتي بتاع الشركة، فاضطروا ان هم يقفلوا يلغوها. فاحنا قلنا ايه بقى، اضطروا ان هم يفصلوا الفيلان الداتا عن الفيلان الساوند، تبقى الفيلان اللي هي بتاعت الاوديو لوحديها كده الفويس، وفيلان الداتا لوحديها. ماشي. يبقى احنا وصلنا ان هو كان في برامج بتعمل هايك، بتاخد بتعمل سنيف للباكت بتاعت الفويس، الفويس بيطلع باكت صغيره كده، صغيره صغيره صغيره، يقوم البرنامج ده واخد الباكت دي ويقوم عاملها سنيف ومحولها لفايل ويف، تمسك الفايل ويف تسمع المكالمه كلها كانك قاعد معاهم، كانك قاعد جوه السماعه. ما علينا. فده يعني ايه، طبعا كان اختيار اللي هم اللي يعملوا فصل بين ال الفويس والداتا في الفيلان، ده كان اختيار الهدف منه الامان طبعا. اول ما جم قالوا نعمل ايه بقى يا سيدي يا اخواني، اول ما جم قالوا ايه، قالوا خلاص احنا نحط، هو كده كده قبل ما نخش، قبل ما اشرح لكم البدايات كنت عايز اقول ولا خلاص نخليها نشرح لكم البدايات ونقولها لكم في النص، هتيجي كده كده معانا بإذن الله. قال لك نحطه الكيبل ده يبقى ترانك. ماشي الكلام، الكيبل ده يبقى ترانك ونقسمه دول 2 فيلان، فيلان خاصة بالفويس وفيلان خاصة بالداتا اللي جاي من البي سي ده، اللي هم واصلين على نفس السويتش. طيب في بروتوكول في سيسكو اسمه سي دي بي بروتوكول، سيسكو ديسكفري بروتوكول، طبعا اكيد عرفناه في السي سي ان ايه خلال دراستنا للسي سي ان ايه، ايه هو السي دي بي بروتوكول. السي دي بي بروتوكول ده وظيفته ايه، لما الاي بي فون بيتوصل على السويتش يقوم مديله الانفورميشن، يقول له عندك الفيلان بتاع الفويس رقمها فيلان 10، يقول له بس، يقوم جايب البروتوكول. احنا عارفين البروتوكول بيعمل تاجنج في الترانك، في عامة البروتوكول بيعمل تاج اسمه ايه، 802.1Q، يقوم جايب البروتوكول ده. وفي اي اس ال مقابله في سيسكو اي اس ال، بس طبعا خلاص ده دلوقتي كله شغال بالبروتوكول ده، بس يعني المقابل ليه في سيسكو اسمه اي اس ال. فسيسكو ديسكفري بروتوكول يبص كده جنبه، يعمل كده جنبه، اه ده في اي بي فون اهو، يبعت الاي بي فون يقول له ايه، يقول له اي بي فون الفويس فيلان رقمها 10. وما هو دلوقتي السيسكو ديسكفري بتكون بيعرف باللي جنبه ان في اي بي فون محطوط، يقول له الفويس فيلان رقمها 10، يقول له طيب كويس. تطلع الباكت اللي فيه معمول لها تاج بال 802.1Q فيلان 10. ماشي، معمول لها تاج فيلان 10. البي سي طبعا ما عندوش اي فكره عن الموضوع ده، لان هو مش اي بي فون، ما بيبعتلوش كده. فبتطلع الباكت من جواه ان تاجد،
مش معمول لها تاج انتاجد. فلما بيجي يوصلوا هنا طبعا الانتاجد فيلان احنا بنحطه ايه، بيحطوا الناتيف فيلان، نقول لك الداتا اه طالعه انتاجد من هنا يبقى ناتيف فيلان، نحطها مثلا فيلان 20 دي الداتا مثلا، او الحاجه الخاصه بالكمبيوتر ده، يعني الراجل بتاع الكمبيوتر ده قاعد ما يتحط في فيلان لوحده والفويس فيلان لوحده، يبقى كده احنا عملنا فصلنا، يبقى اتفقنا ان هنا بتطلع معمول لها تاج. اتفقنا ان اتفقنا اللي هي هنا الاوديو بالسيسكو ديسكفري بتكون بيعمل له بيدي له الانفورميشن بتاعت الفيلان، يقول له يا قلبي فون الفيلان الفويس اللي عندي رقمها 10، يقول له تمام جميل، يقوم مطلع الباكت اللي عنده معمول لها تاجد بال 802 دوت 1 كيو بفيلان 10، ان هي تبع فيلان 10، تطلع كده تطلع كده ويبقى معمول لها فصل. البي سي طبعا ما عندوش فكره عن الموضوع ده، بتطلع الباكت منه انتاجد، يعني مش معمول لها تاجد. فانت بتيجي هنا تقول له ايه في الكونفيجريشن، تقول له طب النت فيلان حطها مثلا فيلان 20 اللي هي بتاعت مثلا تبع الموظف دي مثلا، او الموظف ده تبع مثلا ايه تبع مثلا المشتريات عندك مثلا، فتقول له ده في مثلا فيلان 20 دي بتاعت السيلز مثلا، مثلا بتاعت السيلز مثلا مبيعات مثلا بتاعت الانفورميشن سيرفيس اللي هم بتوع خدمة اللي هم بيعملوا أي خدمة يعني أي حاجة بيدي معلومات بيدي أي حاجة، يعني ممكن يكون تبع يحطه في فيلان اللي هي تبعها. يبقى احنا كده فصلنا البي سي عن ايه الداتا عن الفويس، ده بيعمل لها تاج باللي هو شرحناها، وده بيطلع الداتا فيلان، نقوم احنا جايين على على السويتش نقول له الناتيف فيلان حطها في فيلان رقم 20. يبقى كده فصلنا البي سي في فيلان رقم 20 والفويس في فيلان 10. جه بعد كده لقوا حاجة تانية، ايه هي؟ لقوا البي سي يطلع على الراوتر ويخش على الفيلان 10. قال لك تعمل ايه بقى؟ مش هينفع كده مش هينفع كده، هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه؟ قال لك مش هينفع كده، ف نحط اكسس ليست هنا. لو ان يعني هو بيطلع كده في فيلان 20 يقوم داخل يعمل على الراوتر وداخل وطالع على فيلان 10، فقال لك لا الموضوع ده بقى نقفله ازاي؟ نعمل له اكسس ليست على الراوتر. تعمل ايه بقى الاكسس ليست؟ تمنع فيلان 20 من اللي هي تخش على فيلان 10. طيب تمام جميل، حلينا الموضوع اهو الحمد لله، حلينا الموضوع والترانك بورت كده الموضوع شغال، والترانك بورت البي سي بيطلع يطلع ويجي يخش ما يخشش لان في اكسس ليست. طيب بعد كده لقوا في مشكلة تانية، ايه المشكلة التانية؟ قال لك الهاكرز، قال لك يا عم ولا كده ولا كده، هعمل حاجة تانية احسن. ايه هي؟ شيل التليفون بعدين وصل سويتش هنا، والاي بي فون هنا، وده ترانك هيعمل ترانك بيعمل نيجوشيشن مع اللي قدامه ويبقى زي اللي قدامه، يعني ده كده يبقى زي اللي قدامه ويدخل يا عم وعيش. يا اما هيعمل شيل الاي بي فون ولا سويتش ولا حاجه، حط البي سي بتاعي هنا، حط الاي جي والبي سي بتاعي هنا وادخل بقى اعيش حياتي. طب بعدين ده كده بقى يعني كده ايه كده الموضوع، لان هي دي ترانك بورت، ومن عيوب الترانك بورت اللي هي بتعمل نيجوشيشن مع اللي قدامها، ان الديناميك يعني اللي قدامها بيبقى زيها، ممكن عشان كده بيقول لك من السكيورتي اللي انت تحط تخلي البورتات بتاعتك اللي طالعه من السويتش كلها اكسس بورت. فنعمله ايه؟ وصل الموضوع اللي هو اكسس بورت، قال لك خلاص احنا سيبها نقفل الموضوع ده كله، ما قدامناش غير نقسمها دي تبقى اكسس بورت، ونيجي ده فويس فيلان نحطها الفويس فيلان. هو اللي بيكتشف على فكره، يعني هي اكسس بورت نفس الموضوع،
بس الحاجه اللي يعني اللي واقفه ومش هتتغير اللي هو السي دي بي، لان السويتش هنا بالسيسكو ديسكفري بروتوكول بيبعت للاي بي فون، بيبعت له الانفورميشن بتاعت الفيلان ساوند، فالاي بي فون الباكت اللي بتطلع فيه كلها، فالباكت اللي بتطلع فيه كلها مثلا محطوط عليها الفيلان ساوند، الفيلان فويس اللي هي 10، الفويس فيلان 10، فهو السي دي بي نيمر هو اللي بيبعتها للاي بي فون الانفورميشن كده، عشان الاي بي فون يطلع يقول له الفيلان بتاعتها التاج بتاعها 10، ماشي؟ ويجي هنا خلاص في عندك بقيه الحاجات اللي هم عاملين لها بقى ايه؟ هنشوف ده كله على فكره بالكونفجريشن دلوقتي، والحاجات الباقي الفيلان التانيه نقوله ايه؟ نقول لا الفيلان التانيه خليها مثلا 20، يبقى كده اكسس بورت، يبقى كده عمره بدل ده ترانك عمره ما هيوصل على كده خالص، لان ده اكسس بورت مش ترانك، وهنشوف الموضوع ده دلوقتي بالكونفيجريشن وهيوضح تاني بالكونفيجريشن. بس كده هم طبعا نبقى حلوا الموضوع، لان هو ومش هيجي نشيل الطالب اي بي فين ونحط سويتش ونقعد نعمل هايك على بتاع، ولا هنشيله ونحط سويتش يعمل اوتو نيجوشيشن وندخل على فينا ندي نفسنا فينا 20 مثلا وندخله مع الحاجه دي طبعا، لان هو لو ترانك الدنيا اتدمرت، لان انا ممكن احط هنا وادخل احط نفس الفيلان مثلا 10 كده ادي، لان هو اوتوماتيك نيجوشيشن كل الحاجات بتعدي فيه، ده ترانك ممكن اوصله هنا مثلا ترانك بورت ده كده اوصله هنا واعمل مثلا احط نفس الفيلان 10، فطبعا ترانك طبعا بيقول لك ما تسمحش ان انت تحط، يبقى البورت اللي طالع ناحيه الكمبيوتر او ناحيه الاي بي فون او ناحيه البي سي يبقى ال يبقى ترانك اكسس بورت على طول، ماشي؟ يبقى هنا اتفقنا ان احنا بالسي دي بي هيتبعت هيحط التاج بتاعه، والحاجات اللي مش معمول لها تاج هتحط ايه؟ هتتحط في الفيلان بتاعتها، بس مش هيستخدم لان دي اكسس بورت طبعا، بس مش هيستخدم تاج ومش تاج هنشوفها دلوقتي بالتفصيل بالتفصيل الممل. هنا الاكسس بورت ده هنقول الفويس، الباكت الفويس اللي طالعه داخلالي داخلالي الباكت الفويس هنديلها فيلان 10، ماشي؟ والباكت اللي مش فويس الباقي نديلها فيلان 20، ماشي الكلام؟ طيب يلا بينا بقى نشوف الكلام ده كله configuration النظري ده الجزء اللي احنا في اللاب بتاعنا اللي هنركز عليه، قلنا تحت الجزء اللي تحت ده احنا اللي فوق ده خلصناه الدي اتش اس بي ووصلنا ده بالانترنت، هنا السويتش 2 اللاب بتاعنا اللي احنا نظبطه مع الاي بي فون والبي سي والبي سي ونفسنا نعمل سيبريت للبتاع. نشوف الطريقة الأولانية اللي احنا قلنا عليها الترانك، اللي هو لو سويتش طلع كده نفتكر ان ده ترانك، وده بالسيسكو ديسكفري بروتوكول بيبعت له بيعمل لها تاج، الباكت بتاع الفويس بيعمل لها تاج، ودي ان تاج بيمشوا الاثنين، فبنقول له الان تاج حطها في فيلان كذا، ماشي؟ ماشي هو ده اللي بنعمل سويتش بوت انكابسوليشن دوت 1 كيو، بعد كده بنعمله مود ترانك، وبعد كده الترانك الناتف فيلان اللي هي جايه من البي سي اللي معلهاش تاج، داتا فيلان حطها في تاج اللي هي حطها في 262، 262 ده الداتا، اما سويتش بورت الفويس فيلان هتبقى كذا، ماشي؟ سويتش بورت اللود كذا. طبعا خلاص الموضوع ده على فكره الكونفيجريشن دي انتهت خالص، عايزكم ما تفكروش فيها بس بشوفوها بس تاريخيا. نيجي بقى على المالتي فيلان اكسس بورت، انتهى الموضوع ده خالص. بصوا بقت الكونفيجريشن، ادخلوا على الانترفيس سويتش بورت مود اكسس عادي زي ما احنا درسنا عادي، بعد كده سويتش بورت اكسس فيلان كذا دي الداتا، والاوردر الجديد بقى الامر الجديد سويتش بورت فويس فيلان 261، يبقى احنا بنحط الباكت الفويس اللي جايه في فيلان 61، معنى كده ان هم اكسس بورت، طبعا اكسس بورت ما فيش حاجه اسمها ترانك ما فيش حاجات بتعدي من هنا، فما فيش الموضوع فيلان ومش عارف تقسيمه ايه، الاوديو اللي طالع من هنا اديله فيلان كذا، والداتا اللي طالع من هنا اديله فيلان كذا. طبعا الطريقه دي سهله 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 سهله، بس برضو 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 السويتش يعني السويتش بيبعت للاي بي فون بالسيسكو ديسكفري بروتوكول رقم الفيلان بتاعت الفويس، ها دي بتطلع هنا
بتطلع هنا مش معمول لها تاج، لكن فويس اي بي فون بيبقى معمول له تاج بس عشان الناس تبقى فاهمه. ده اللي انا عايز اركز عليه. بالسي دي بي السي دي بي بروتوكول اللي هو السيسكو ديسكفري بروتوكول، يقوم السويتش باعت للاي بي فون يقول له انت الفيلان بتاعت الفويس رقمها كذا، يقوم مطلع كل الفويس اللي بعتها تطلع بالفيلان معمول لها تاج بالفيلان بتاعت الفويس. هنا مش بيبقى معمول لها تاج، خلي بالكوا يا جماعه، مش بيبقى معمول لها تاج، بيبقى طالع كده اول ما تدخل هنا كده. طبعا دي مش معمول لها تاج، بتقوم داخله بص في الفيلان في الفيلان بتاعت الداتا. طيب حلو الكلام، حلو الكلام. ونسيت اقول حاجه تانية، السويتش بيعمل كده اول ما البورت اول ما الفون بيعمل بوتينج بيروح للسويتش، يوم السويتش باعت له بالسي دي بي بروتوكول اول ما بيعمل بوتينج عشان الناس بس ايه، استنى بس عشان ايه، امتى السويتش بيبعت لل امتى السويتش بيبعت للبوت لل لل للاي بي فون، امتى بيبعت له الفويس فيلان؟ اول ما الفون يعمل بوتينج، مش بيروح يدور على الاف تي بي سيرفر بتاعه، بيروح يدور بقى كده ساعتها، يقوم على طول السويتش يردد له يقول له خد انت في فيلان كذا، اتحرك كل شغلك واشتغل كل شغلك بس انت في فيلان كذا، ما تطلعش بقى خلاص، يروح يدور على السي دي على الدي اتش اس بي. عشان كده في اللاب بتاعنا، يعني المفروض لو كان عندنا فويس كنا قسمناه اتنين، واحد لاب داتا وواحد فويس، قسمناه اتنين، يروح للدي اتش اس بي ياخد البول بتاعتهم اللي هي الايبهات بتاعت الفويس، ولو في ده بياخد البول بتاعتهم الايبهات بتاعت الداتا. ماشي، ما علينا، يعني عشان نبقى فاكرين تاني، يبقى اول ما بيعمل بوت يقوم السويتش باعت له الفيلان على طول، يعني مش بيروح يجيب الاي بي بتاعه ويروح بعد كده يتعمل، لا ده هو بيتحرك في الفيلان بتاعته. مش بيروح لهنا هنا يعني يطلع على طول يقول له هات خد الفيلان بتاعتك، انت طلع لي الباكت في الفيلان بتاعتك، كل الباكت طلع لي في فيلان 10، اطلع روح بقى، عايز تروح للتي اف تي بي وتروح للكول مانجر، روح زي ما انت عايز بس تلتزم بالفيلان بتاعتك. تمام كده؟ طيب واتفقنا ان هنا بتبقى البي سي بيطلع، اول ما بيطلع اللي هو مش معمول لها تاج ياخدها ما علينا، فهمنا الموضوع ده، بياخدها ويحطها في اكسس فيلان كذا، كل اللي مش معمول لها تاج اكسس فيلان كذا. بس بقى في حاجة تالتة، لازم يبقى السويتش سيسكو عشان يمشي النظام ده، عشان يبعت البروتوكول اللي هو السي دي بي، مش احنا اتفقنا ان هو بيبعت بالسي دي بي، لازم يكون سيسكو السويتش سيسكو، لازم يكون لو سويتش بسيسكو يبقى المشروع ده كله، كل الفيلان فويس دي انسى. في حاجات تانية طبعا في شركات تانية، بس هي الموضوع احنا بنتكلمه احنا ايه، في سيسكو بتقول كده، بتقول ان هو بيبعت بالبروتوكول سي دي بي، ما اشتغلتش بالسويتش سيسكو انسى بقى الموضوع ده، اشتغل بقى بالترنكات بقى وعيش، ولا بترنكات ولا تنفع يعني، ما علينا. مش كده على فكرة النظام الفوميت ده بيشتغل مع بيعملوا بيه هاك لغاية دلوقتي، بيعملوا بيه هاك وبينجح جامد، انا نزلته والله، بس في مصر هنا ما عندناش حد بيشتغل بالاي بي فون، فما عملتش عرفتش اعمل هاك بصراحة لحد يعني، يلا ده مستقبلي. المهم لو بقى سنجل فيلان، ده المثال اللي احنا ما خدتهوش، لو انت بقى ولا كده ولا في بي سي ولا حاجه، ده انت التليفون موصل على السويتش، هتعمل ايه؟ هتقول سويتش بوت مود اكسس سويتش بوت فويس فيلان دوت 1 كيو، وما تقول ليه بقى، لان هو بيعمل الانكابسوليشن بتاعت الاوديو بتاعته بالتاج بالدوت 1 كيو، ها عشان نبقى عارفين ليه بنبعت دوت 1 كيو، لان هو بيبقى عامله بالتاج بالدوت 1 كيو، ما بيعملش بالاي اس ال، ما علينا. السويتش بوت اكسس فيلان كذا، ده الفيلان بتاعت الفويس، لان هو بس فيلان واحده سويتش بوت، لان مش محتاجه بقى داتا. المهم عشان نتاكد من الموضوع ده ونفهمه كويس، انا سويتش بوت اكسس فيلان كذا، ده الفيلان بتاعت الفويس، ها ده لو هو لوحده، وممكن تعمله سويتش بوت فويس فيلان كذا كذا يعني، وسويتش بوت اكسس فيلان كذا يعني، مش هو عشان يعني انت لو مش عايز بي سي يتوصل بيه كده، مفيش بي سي هيتوصل بيه،
كده مفيش بي سي هيتوصل بيه. انت كده لو يبقى كده سويتش بوت اكسس في لان كذا، لو انت مفيش بي سي مش عايز بي سي يتوصل بيه. لو انت عايز بقى بي سي، يوم هتطلع هتعمل سويتش بوت فويس في لان 261 وسويتش بوت اكسس في لان كذا، يعني كل اللي مش في الفويس ده بيروح الفي لان دي. ما علينا، هنعمل له الكونفيجريشن دلوقتي وهنظبطه الموضوع كله، هنشوف ازاي شغال بالكونفيجريشن. يلا يا عم، واللي مش واضح حاجة قدامه هتبقى واضحة في الكونفيجريشن. بس على العموم، على العموم عشان محدش يتلخبط، الطريقة دي خلاص محدش شغال بيها اللي هي الترانك دي. محدش بقى يقول لي انا عايز اعمل ترانك وانا مش عايز اعمل ترانك، الطريقة دي مش شغالة خالص. حتى في سيسكو بيتكلموا عليها، لكن ما بس كده. دي في كورس على فكرة، جايبها لكم الحتت دي من كورس السي سي في بي، يعني مش كورس بتاع ده، في تاريخ بس، يعني مش عليكم في الكورس، بس انا حبيت عشان تبقى واضحه. بس هي مش شغاله خالص دلوقتي. اللي شغال الناس بيسموها المودرن دي، سويتش بوت ام فويس فيلان كذا واكسس فيلان كذا. هنطبق دي وهنطبق دي. بص بقى، زودنا اضفنا اضافات لل، قلنا هنجيبه هنا، ده اي بي فون وده بي سي وده اي بي فون بس من غير بي سي، وده اي بي فون وده بي سي. عايزين نعمله كونفيجريشن للسويتش ده، السويتش ده وده فاست سنت. هنرجعه لللاب، نرجعه للبتاعة بتاعتنا، الرسمة بتاعتنا اللي احنا ماشيين بيها اهي، فاست سنت 0 على 0 وفاست سنت 0 على 1. على فكرة هنزوده جزء هنا، مش مزوده، هزوده دلوقتي حاضر. المهم ده عبارة عن اي بي فون لوحده كده. هنشوف الكونفيجريشن قدام عامله ازاي، ده وده اي بي فون بي سي، هنشوفه ازاي نفصل بين يعني ازاي ده نخليه في لان لوحده وده من غير بي سي، وازاي ده نفصل بين الداتا والفويس وده الداتا والفويس. هوقف، هظبط لكم اللاب وهنتقابله دلوقتي. اوعى تمشوا، اوعى تغيروا المحطه. تمام كده، احنا شغلنا اللاب او السويتش واتفقنا. ده هناخد من اللي جنبنا، الرسمة اللي جنبنا اهي، سويتش فاست اسانيت فيو على زيرو. تمام، انا بس عشان كنا بنزود عشان تبولش، عشان نشتغل من هنا بلاش نشتغل من الرسمة اللي فوق. يبقى احنا قلنا ايه عندنا، ادي السويتش، ده سويتش في تلاتة انترفيس اهي، هنظبطه. ده هيبقى الانترفيس ده هيبقى شابك فيه اي بي فون لوحده، والانترفيس ده هيبقى شابك فيه اي بي فون وبي سي. يبقى هو ده وده، يبقى معنى كده احنا عايزين نفصله هنا الداتا عن الفويس. طيب في اخ ليا كان بيقول ان الكونفيجريشن كلام مش واضح صغير، فكبرت لكم الكلام اهو، ايه محدش يقول ايه. طيب نبتدوا ايه بقى، مثلا بده 0102 ماشي الكلام. يبقى انترفيس رينج زيرو على زيرو لغاية واحد، ماشي. يبقى ده وده، يبقى الاثنين الانترفيس دول، ماشي. ماشي تمام. هنقول ايه، اتفقنا نرجعه، احنا عايزين نوصله هنا بي سي مع اي بي فون. نرجع لانه كونفيجريشن، انا هشتغل معاكم بالكونفيجريشن زيك. هنقول سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت مود اكسس، هنخليه اكسس عشان ما يبقاش ترانك، عشان احنا عايزينه اكسس. بعدين سويتش بورت
قلنا هيبقى بعد كده ايه بقيه الامر فويس فيلان كذا. نمسكوا الداتا لو سويتش بوت اكسس فيلان كذا، دي الداتا اكسس. نفترض مثلا فيلان ماشي، تعالوا نرجع نشوفه فيلان، قولوا مثلا ايه 10 تمام كده. فيلان 10 دوت، انا لسه ما عملتش على فكره فيلان، يعني نقوله واحد ماشي. طيب استنى بقى ماشي. فيلان 10 نيم فويس ماشي، فيلان 20 نيم ديت تمام كده. شو فيلان تمام، يبقى عملنا فيلان 10 فويس وفيلان 20 ديت. نرجع للانترفيس بتاعنا سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان كام بقى بتاعت الداتا، حطها في فيلان الداتا عشرين اكسس 20. ادخلوا على الفويس، احنا كده ظبطنا الداتا. سويتش بورت شايفين فويس اهي، فويس فيلان شايفين بقى، شايفين الاعدادات دوت وان كيو ولا نون ولا ان تاجد. طبعا ملناش دعوه بالحاجات دي كلها، احنا خلينا ايه فيلان رقم 10 ماشي. يبقى السويتش يبقى احنا حطينا ملناش دعوه بالحاجات دي حددت، بس هي الدوت 1 كيو دي عشان نستخدم ال دوت 1 كيو، ما نستخدمش السيسكو اللي هو اي اس ال، وهنشوفها في البتاع التاني في الكونفجريشن التاني. يبقى كده الكونفجريشن شو سويتش بورت طيب ما علينا. احنا كده يبقى احنا عملنا ايه، شايفين اهو ده وده اي سويتش بورت اكسس فيلان 20، سويتش بورت فويس فيلان 10. يبقى احنا كده حطينا عملنا سيبريت للفيلان الفويس عن الفيلان الداتا. تاني نعملوها تاني عشان الناس تتأكد. انترفيس فاست از نت زيرو على زيرو، بلاش الرينج بقى المرة. سويتش بورت مود اكسس ماشي، عايزين نعمله يبقى موده اكسس، مش عايزين ترانس. سويتش بورت اكسس فيلان، ده فيلان 20 دي الداتا بس. سويتش بورت فويس، هنختار فويس فيلان، فويس فيلان حطها في 10 تمام كده.
ده احنا كده جبنا سويتش بورد اكسس، عملنا المود بتاعه اكسس، وبعد كده سويتش بورد اكسس فيلان كذا عشان نحط الداتا. عايزين نبتدي بالعكس مش مشكلة، يعني مثلا اكزيت انترفيس فاست سيرنيت 0 على 1 ماشي، سويتش بورد مود اكسس ماشي تمام كده، بعد كده سويتش بورد فويس فيلان، نبتدي الفيلان بتاعت الفويس تحط في 10 زي ما حسيت شريحة هنا، يعني سويتش بورد اكسس فيلان 20 تمام كده، يعني مش هتفرق. يبقى احنا طبقنا الكوماند ده على الانترفيس، ده على الانترفيس الاثنين اللي هو ده وده، عملنا مره بينج وعملنا كله بعد كده لوحده. ندخله في ده بقى، يبقى كده احنا فصلنا ده، اتفصل ده عن البي سي اتفصل. ندخله بقى اللي هنا سنجل فيلان، سنجل فيلان ماشي، دي فيها بس ال هيدخلوا انترفيس فورس ايثرنت 0 على الاثنين تمام كده، بعد كده يعملوا سويتش بورد اكسس، سويتش بورد مود اكسس تمام، بعد كده يعملوا سويتش بورد فويس نعمله هنا بقى ايه، فويس فيلان دوت 1 كيو كده، بنقول الكونسليشن بتاعك دوت 1 كيو. بعد كده سويتش بورد اكسس فيلان 10 تمام كده، هنا يبقى هو، لان هنا بس مفيش بي سي، هو واحد بس، هو واحد بس اللي موجود، مفيش بي سي، اتفقنا كده. يبقى هنا هنحط، قلنا ساعتها قلنا ايه، احنا هنا مش عايزين نعمله، مش عايزين نفصله، لان هو مفيش حاجه عايزه تتفصل، ده هو واحد. يبقى نعمله الفيلان كلها هنا مفيش فصل، يبقى كده هنعمله الكيبورد ده كله في فيلان واحده اللي هي فيلان الساوند، لاننا مش هنعمله فصل. فانا عاملين احنا نقول ايه الفويس انكابسوليشن، لان هو بيعمل انكابسوليشن تاج دوت 1 كيو، وبعد كده اللي هو انهم قايلين له اكسس فيلان كذا اللي هي الفيلان بتاعت الساوند بتاعت الفويس تمام كلامي كده. كده يبقى الكونفيجريشن خلصت، ووريتكم ازاي ايه فكره السويتش بوت والفويس فيلان وكل حاجه، وايه الفرق بين ال، وريتها لكم على الكونفجريشن، وايه الفرق، وايه الترانك، القصه بتاعت الترانك، وبعد كده ازاي اتعملت، وليه الترانك شالوها وليه غيروها، بعد كده لل ال المالتي فيلان، لو عايزين نعمل فيلان، نعمل سبريت للفيلان دي والفيلان دي عن فويس، فيلان فويس وفيلان داتا، وريتكم السنجل فيلان وازاي الكونفجريشن بتاعتها وايه الفرق بينها وبين دي. ودي في الحاله دي احنا بنقول اه اكسس فيلان من فوق، اكسس فيلان للداتا فيلان 262، لكن ده عشان اكسس فيلان 262 فوق، لان البي سي هو اللي واخد الفيلان الاساسيه، اما الفويس هنعمله سيبريت عن البي سي، لكن هنا هيبقى الفيلان كلها، هيبقى كل الكيبل بتاع الاي بي فون، مفيش بي سي، فعشان كده بنعمله سويتش بوت. على فكره سويتش بوت اكسس فيلان 10، يعني مثلا، يعني عايز اقول لكم حاجه، نقول اكزيت نبتدي من الاول تاني، نعمل كذا انترفيس فاست ايثرنت 0 على الاثنين، انا بس عايز اوضح لكم سويتش بورد مود اكسس، بعد كده سويتش بورد اكسس فيلان 10 كده، حطينا الاي بي فون في الفيلان بتاعته. احنا مش بنستخدم الطريقه بتاعتنا اللي فوق دي الا لو كان هما الاثنين متوصلين على نفس البتاع، فبنعمل سيبريت، لكن هنا
الكيبل كله بتاع عليه اي بي فون واحد. ارجو ان انا اكون وفقت وربنا يكرم وتكون انتوا فهمتوا. نعيد تاني عشان ما فهمش يفهم. يبقى هنا احنا بنفصله الفيلان بتاعت الاي بي فون عن البي سي، فعشان كده بنعمل سويتش بورت، بنفصله الفويس لوحديها ونفصله السويتش بورت الفيلان كذا، سويتش بورت اكسس فيلان كذا اللي هي الداتا. اما هنا فمش محتاجين، لان هو الكيبل واحد بس طالع باي بي فون، فبنعمله كله اكسس فيلان كذا. يعني مش مهم الخطوه دي، يعني ممكن نمسحها خالص اللي في النص، بس احنا يعني ايه، في سويتشات بتشتغل بدوت وان كيو وتشتغل باي سي ال، يعني اي سي ال بتاعت سيسكو. طبعا كل شغل دلوقتي بيشتغل بدوت وان كيو، يعني مفيش حد بيشتغل بسيسكو. هندخل على بقى كده، احنا عملنا هنا وعملنا الكونفيجريشن بتاعت الفيلان وفويس وعملناهم سيبريت، اللي هو اللي فصلنا بالاي بي فون والبي سي، وهنا فصلنا الاي بي فون والبي سي، وهنا عملنا الاي بي فون لوحده. عايزين نعمله بقى الكول مانجر ده، الراوتر ده عايزين نعمله ان تي بي سيرفر. هوقف لكم، هحضر لكم السلايد وهحضر لكم الكونفيجريشن ونتقابلوا تاني. يلا طيب، رجعت لكم بقى تاني على ال ان تي بي سيرفر. ايه حكايه بقى ال ان تي بي سيرفر؟ اتفقنا ان احنا هنخلي ده هنخلو ده ان تي بي سيرفر، بيدي التوقيت بتاعه الاساسي. ده بيبقى سيرفر بيمثل اللي هو الكلوك الرئيسي، الساعة الرئيسية، التوقيت الرئيسي. كل النتورك بتاخد منه التوقيت بتاعها. طيب اللي هنخلي الراوتر ده في الكونفيجريشن ال ان تي بي سيرفر للنتورك دي، وال ان تي بي سيرفر ده هنخليه ياخد التوقيت بتاعه من سيرفر على النت. ماشي، من سيرفر على النت على الانترنت. هنكتبه هنا ونخلي ده ياخد التوقيت بتاعه وبعدين يديها للشبكة دي كلها. بياخد التوقيت بتاعه بتوقيت جرينتش، تمام الكلام. وكل واحدة من دول، كل راوتر من دول بيظبطوا على الزون بتاعته. يعني ايه بقى؟ يعني ده بس احنا الساعة 18 بتوقيت جرينتش، نفترض مثلا الساعة 18 بتوقيت جرينتش. هنا مثلا السيرفر ده مثلا في مصر، السيرفر ده في السعودية مثلا، يعني بغض النظر عن النتورك بتاعتنا دي، النتورك بتاعتها مثلا أو نقولها مثلا في السعودية، نقول السعودية مثلا، نقول مثلا دلوقتي الساعة 18 بتوقيت جرينتش، في مصر هنا مثلا 20 بتوقيت جرينتش، في مثلا السعودية أو الكويت أو الإمارات مثلا نقوله مثلا ب 19 بتوقيت جرينتش، بتوقيتها يعني زيادة، مثلا نقوله ساعة جرينتش وهنا زيادة ساعتين مثلا، مثلا يعني أي دولة في العالم زيادة ساعة ساعتين مثلا عن جرينتش أو ساعة. ماشي الكلام جميل. نقوم هنا مظبطين الكلوك، نقول له احنا هنا زيادة ساعة عن جرينتش، يقوم يظبط الكلوك على انها كذا، مع انه بياخد سنكرونايز تايم من هنا، بس بيظبطه على حسب الزون اللي هو موجود فيها. طيب هنشوف الموضوع ده بالكونفيجريشن. ودي ال NTP سيرفر، المفروض نعمل له كونفيجريشن ال NTP سيرفر، وبعد كده بنعمل له نقول الماستر. ده بيبقى هنخليه الماستر، اتفقنا ان احنا هيبقى ال NTP ماستر الكلوك الرئيسي بتاع النتورك، وكله هيعمل سنكرونايز للتايم منه على توقيت جرينتش، سنكرونايز للتايم على توقيت جرينتش، ويضيف بقى هنا يضيف ساعة لو هو مثلا في الكويت او في الامارات مثلا او الكويت، تهيألي 3 ساعات، في مصر مثلا ساعتين زيادة عن توقيت جرينتش، في الصيف 3 ساعات. هيزود هنا مثلا لو هنا في مصر، مثلا لو نفترض ده في مصر السويتش ده، يزود مثلا ساعتين هنا، لو ده مثلا في الكويت او الامارات مثلا، الامارات مثلا يزود 3 ساعات في الامارات، الامارات زياده 3 عن جرينتش مثلا. يعني
لكن هو بياخد التوقيت بتوقيت جرينتش، اما التايم زون فبيعملوا، هنشوف الموضوع دلوقتي بالكونفيجريشن وكل التوضيح. الاول حاجه عايزين نعرف لو احنا دخلنا على النت نجيب ان تي بي سيرفر ازاي. طيب ادخل على جوجل. فين جوجل؟ نكتب ان تي بي سيرفر، نعمله سيرش. عندنا مثلا هنلاقي اماكن كتير نلاقي فيها ان تي بي سيرفر. هناخده ده مثلا، ده مثلا يعني نفتحه نقول له عايزين لينكات ان تي بي سيرفر، اقول لك اوتوماتيكلي مش عارف يروح لليو ار ال دي. اوكي ماشي، مفيش مشاكل. ده على فكره ده اللي عملت سيرش عليه، ده كويس يعني. بعد كده هنقول له ايه؟ طيب احنا عايزين تايم سيرفر، حاجه تدينا التايم، سيرفرات تدينا التايم. يقول لي ماشي. هنقول له find a time server. شوف searching. هو هنا استراتم دي على فكرة هفهمها لكم بعدين، بس مثلا النقو دي مثلا هو جاب لي الستات كل دي، كل دي انت انت كل دي ان تي بي سيرفر موجود على النت، على الانترنت. هلاقي الهوست نيم بتاع مثلا ده كذا، اي يو اوبن اكسس فري ريستريكتد. ايه الفرق بين اللي قدامه اوبن، اوبن اكسس يعني فري لليوزر، اي يوزر يدخل ويستخدم ال ان تي بي سيرفر ده. اما الريستريكتد اكسس ده بفلوس، يعني بفلوس ده وليه باسورد وليه كده، فاحنا طبعا ومش اي حد يستخدمه يعني. فاحنا هنخلينا في ايه، في اللي هو ابو بلاش، ابو بلاش كتر منه، خلينا اللي هو الفري، الحاجات اللي هي من غير فلوس. طيب قلنا هنخلو ال سي ام اي ده، ده بيعمل من هنا من على الانترنت، هنخلوه ده ال ان تي بي ماستر للنتورك اللي جوه. ماشي. تمام كده. هنبلجه تاني كده على ال تمام، الشبك عندي على النت وتمام لسه السيرفر. هنعمله ايه بقى؟ ان تي بي سيرفر، ونكتب له الاي بي بتاع السيرفر الموجود على النت. عايزين اوبن اكسس، ناخده حاجه من كل يو سي. كله يوسي، جبان وفرنسا الدولة قدامه، ها دنمارك تشيك، مفيش حاجة كده في دولة عربية. خلينا في يوسي بقى، يوسي كاليفورنيا ده ايه. اوبن اوبن ماشي. انا اعمله بس بوك مارك عشان ناخده كابي كده. كابي ايه ده؟ ماشي. ان تي بي سيرفر مكتبين له ده. يا عم
ممكن منه تاني. معلش انا عندي اصلي مظبط اعدادات الراوتر على طريقه معينه. شوف هنا، تمام، اشتغل تمام لان دي سيرفر. طيب عايزين نحط واحد تاني عشان ده لو السيرفر ده افرض السيرفر ده واقع مثلا. طيب ناخده ده. نكتبه انتي سيرفر تاني. بيقول لي حط الاي بي او الهوست نيم بتاعه. نحط الهوست نيم اللي هو الموقع النت اللي هو سيرفر على النت ده. تمام، شغال زي الفل، شغال خد الامر منتهى الكمال. طيب هنعمله شوك لوك. هو كنت عايز اوريكم حاجه، هنعمله لو شوك لوك قبليها. بصوا هتلاقيها مارس 2002، يعني كلكم مخرفة عندي. لو بعد ما حطينا الحاجات شوك لوك، بصوا بقت ديسمبر 11 توقيت خلاص، بقى بياخد التوقيت بتاعه من عند سيرفر من عند النت وتمام. ناقص بقى ايه؟ 18. ده مش التوقيت بتاعنا في مصر. طب انا عايز اظبط ده، ان هو اقول له لا ده انا التوقيت بتاعي بعد جرينتش اللي هو يوتسي ده، بعد جرينتش مثلا بساعتين. انا التوقيت بتاعي مثلا، انا مثلا في الامارات بعد جرينتش مثلا ب3 ساعات مثلا كده، انا في السعوديه مثلا بعديه بساعتين كده. فانا هقول له ايه؟ كلوك تايم زون وورد التوقيت بتاعي بايه؟ انا في مصر هنا بساعتين. تمام كده؟ قال لي خلاص مش عارف ايه، ظبط. شوك لوك بقى 20:08 بالظبط كده. تمام؟ تمام بكده ظبط بعديها بساعتين. دلوقتي خلاص هقول له ده ال ان تي بي ده خليه الماستر، الماستر للنتورك اللي عندي. ايه حكاية استراتم نمبر دي؟ ايه حكاية استراتم نمبر دي بقى؟ استراتم نمبر دي، استراتم نمبر دي بعده عن السيرفر الرئيسي. يعني انا ده مثلا انا ممكن اخلي مثلا ده ماستر تاني شبكة تانية، اخد مثلا اعمل سنكرونايز مثلا بالراوتر ده اللي هو ماستر اللي هو حاجة تالتة في بعضه. مثلا الاي بي اللي انا واخده من النت ده مثلا يبعد عني بكام راوتر مثلا، بكام راوتر او كام سيرفر مثلا، نقوله ب 30 مثلا سيرفر مثلا. فاقوم حاكتب هنا لا ده ان تي بي ماستر بعيد عني بكذا، ب 15 راوتر، ب 10 راوتر، ب 8 راوتر، ب 30 راوتر. واقوم عامل الدي اتش اس بي برضه ماستر، برضه ماستر، مش هخليه بقى هو لا ده ماستر، هخليه ماستر لنتورك تانية. اقول له يبقى بيبعد عني مثلا ازود واحد، بدل ده 10 مثلا بعيد عن النتورك السيرفر اللي واخده من على النت ب 10، لا ده ماستر ب 11 لانه زياده، او 12 لانه مثلا واخد حاجه تانيه بعديه سيرفرين كده. يعني بعديه كام، ان كام ماستر قبليه قبل كده. ماشي. طبعا كل ما قل كل ما بقى احسن طبعا. لكن هو بتقول لك شركة سيسكو طبعا ده نوت ريكومندد اكتبها. هو الراوتر بيعمل لها كالكوليت، هو بيحسب يعني، هو بيعمل لها كالكوليت، هو الراوتر نفسه بيعمل لها كالكوليت، بيحسب هو بعيد بكام راوتر. يعني مش لازم تكتبها، فاحنا نعمله انتر وخلاص خلص الموضوع كده. تمام كده، تمام. دلوقتي عايزين نعمله ال دي اتش سي بي ده يعمل سنكرونايز للتايم من ده. ده خلاص ده خليناه الماستر للشبكة كلها، او لسه كاتبين الكوماند ده ماستر للشبكة كلها. عايزين ده بقى كلهم يعملوا سنكرونايز كله يعمل سنكرونايز من الراوتر ده. نقوم داخلين على الدي اتش سي بي، ادي الراوتر بتاع الدي اتش سي بي. نعمل شو كلوك، هلاقي كلوك في خرافة. في ايه يا عم ده؟ انا عندي الكونفيجريشن، بعدين ان تي بي سيرفر. مش هناخد بقى موقع من النت بقى ولا نكتب موقع من النت، لا نكتب الاي بي
الاي بي بتاع الكون، بتاع الكون مانجر، بتاع السيرفر ده اللي خلناه ال ان تي بي اصلا، ب 172 دوت 16 دوت 1 دوت 1. اتفقنا ان ده الاي بي بتاعه. ناخد بعد كده نعمله شو كلوك. تمام، اتغير. شايفين كان ايه الاول؟ مش عارف ايه، فرايداي مارس 2002، دلوقتي ديسمبر 2008، واتغير. تمام، بقى ياخده من السيرفر كده، بيعمل سينكرونايز للتايم بتاعه من السيرفر ده. طيب عايزين نظبطه، نقول له يا عم احنا كلوك تايم زون، نقول له يا عم احنا توقيتنا مش كده، توقيتنا زيادة عن جرينتش ب5 ساعات بلس 5. يقول لك ماشي، نعمل شو كلوك. بصوا بقى اتنال كان ايه، كان فوق 19، 19 زاد 5 كده. ما علينا، هتقعدوا تحسبوها، بس هو كده زاد كده يعني، انا مش هقعد احسبها، بس هو زاد. المهم الخمسة بتوعه احسبوها انتوا براحتكم بقى. احنا كده عرفنا نعمل بقى ايه، سنكرونايز. خلاص وصلنا ان احنا عملنا سنكرونايز من الشبكة، من النتورك، وده عملناه ماستر. وده بعد كده هنيجي على هنا برضه نفس المواضيع، ونخليه يعمل سنكرونايز من الموضوع ده نفس الطريقة، ونظبط التايم زون مثلا ده على اساس ان ده مثلا ايه، نظبط تايم زون مثلا ده مثلا في حته تانية، في بلد تانية، يبقى واخد نتورك تانية في حته تانية بتوقيت تاني، لا يبقى واخدها يعملها بالتوقيت بتاعه، بس هو التوقيت الاساسي بتاع جرينتش بياخده من الماستر، اما التايم زون ده بقى على حسب المكان اللي هو فيه. فهمنا الكلام؟ يبقى معنى كده بياخد التوقيت بتاعه الاساسي في الـ من الـ من السيرفر الرئيسي، لكن التايم زون بياخده. عرفنا ازاي بتجيب، ندخل على النت وننقي واحد ونعمل، ناخد كوبي ونعمله في الماستر، بعد كده اي حاجه، بعد كده نقول له ان تي بي سيرفر، بعد كده نيجي على ده نقول له انت الماستر، يقول له انت الماستر، كتبنا فيه كوماند ان تي بي ماستر، قلنا له انت الماستر، ان تي بي ماستر، انت الماستر. ندخل على اي حاجه بعد كده، ان تي بي سيرفر كذا، ان تي بي سيرفر كذا. بس كده هو ده السيرفر بتاع الان تي بي، سهل جدا جدا جدا، مفهوش اي حاجة اي حاجة. هو حتى عمل لكم سلايد بتاعته بسيطة، شايفين الساعة دي؟ لا تعبت عبال ما لقيت الساعة دي، شكلها حلو يعني، عجبني. ما علينا، احنا كده بقى ايه، عملنا ايه بالظبط بقى كده في دنيتنا؟ خلصنا ده، خلصنا الفي لان الساوند، وازاي عملنا الاي بي وفصلنا الاي بي والفويس، في لان بتاع الفويس، وفصلنا دي وفصلنا دي وفصلنا دي، والاي بي فون، وظبطنا دي اتش اس بي سيرفر، وعملنا ان تي بي سيرفر من على النت، وايه تاني، ودخلنا ده على النت وكل حاجه. فاضل لنا ازاي نعمله انستول للكول مانجر اكسبريس، زي ما عملنا زوم هنا. احنا كده عملنا زوم، ايه ده، زي ما عملنا زوم هنا، هنقوم عاملين زوم هنا ايه ده، هنا هنعمله على الزوم على ده، ونشوفه بقى ده ازاي بقى يتسطب، وازاي يتعمل له انستول وكله. انا هقفل، هسيبكم دلوقتي، بس هاجي لكم تاني يعني، وانا هروح منكم فين، هروح منكم في حته، بس هظبط بس السلايدز بتاعته وكل حاجه عشان ندخله في قصه جديده، قصه سيسكو نفايل محتاج ايه، وعشان ينزل محتاج ايه، ونعمله زوم على ده، ونشتغل ده بيه بقى اللابات لوحده بقى مع نفسه كده. احنا عرفنا متطلبات الشبكة، وقلنا كل حاجة، وعرفنا ازاي ننزل الشبكة، وايه هي طبعا الانفراستراكشر، والحاجات كلها بتاعت الفويس، والحاجات كلها، والنتورك بتاعت الفويس ازاي بتتكون، وقلنا ايه اهميتها، اهم حاجة فيها،
والام تي بي سيرفر وكل حاجه شرحناه. انا سيبكو دلوقتي، هنتجمعوا باذن الله في كل مانجر، في حكاوي كل مانجر بقى. طيب على العموم انا هنهي الحلقه على كده دي، والحلقه الجايه باذن الله، باذن الله هنبتدي بقى فيها في الكول مانجر. هتبقى حلقه واحده هيخلصوا فيها الكول مانجر كله، هنحكي كل حاجه فيه، بس عشان حلقه طولت ومتبقاش كبيره عليكم في التحميل، فانا هنهيها على كده. ونلقاكم في اللقاء القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.